طيب انا لو هروح مع حضرتك برضو احنا هنتكلم في كل الملفات، تصنيف مصر في هذه اللعبه كمان لو هنتكلم عالميا، خلينا نعرف احنا واقفين فين. والله افريقيا احنا الحمد لله احنا الاول افريقيا. بالنسبه لينا احنا كان عندنا المصنفين كانوا حوالي 6 مصنفين بدءا من يعني تصنيف الاتحاد الدولي بيبدا من 1 وبينتهي اللي فيما فوق يعني. التصنيف بيتبع نظام بطولات الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي دايما باستمرار منظومات رياضية على طول، بطولات جراند بري وجراند سلام، بطولات عالم، بطولات قارية، كل دي النقط دي اللاعب لما بيدخل بطولة بيبقى على حسب مباريات الفوز بتاعته او على حسب ترتيبه بتديله نقط للتصنيف. يعني كسب بطولة بيبقى بياخد 300 نقطة، خد مركز ثالث بياخد كده يعني. فالتصنيف بقى صعب جدا، لكن احنا الحمد لله يعني قبل كورونا كان عندي 6 بادئين من كان 1 رمضان درويش كان الاول على العالم، وبعدين جت كورونا وللاسف كمان جت له اصابه كانت صعبه جدا في كتفه، قعد حوالي 6 أشهر يتعالج فيها في المانيا في اكبر مراكز في المانيا، الوزاره عالجته يعني. ده راح على حساب الاتحاد ولا لا؟ لا 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 على حساب الوزاره يعني، الوزارة. على الوزاره يعني كويس. الوزاره ودته المانيا عند اكبر مركز للعلاج ده، فطبعا دي اثرت عليه في الترتيب. زائد احنا قعدنا فتره الاتحاد الدولي واقف النشاط، بالنسبه لينا احنا صعب جدا ان احنا كنا نطلع ناخد تاشيرات الدول الاوروبيه. هم مع بعض سهل يعني الدول الاوروبيه، فده اثر معانا يعني. انا كان عندي عبد الموجود كان ال 12 على العالم، بعد الكورونا دي وصل ل 18 رجع ورا. محمد علي كان ال 16 بعد الفترة دي وصل ل 32. فكل طب انا ليه ما عملتش نظام معين في فترة الكورونا حتى لو تدريب عن بعد اونلاين الكلام اللي زي كده علشان اقدر ان انا لعبة تلامسية ما فيش برضو ما تديش للعيب اللي هو عايزه الاحتكاك لازم تمسكه. ما كانش في مجال ابدا ان وقت الكورونا يبقى في اي تدريب؟ لا ما فيش للاسف يعني. فدي اثرت معانا بجانب بقى الاصابات اللي حصلت لعبد الموجود في ركبته ومحمد علي في ظهره، حاجات يعني كانت للاسف